اللجوء إلى أصحاب مقاهي الإنترنت لإعداد المذكرات والبحوث الجامعية مقابل مبلغ مالي، ظاهرة تفشت بين بعض طلبة الجامعيين. كان لي يشرو بصح اليوستياج اليوستياج بينا مشكي ما زال ما طحش في واحد يشري، حنا نخدموا بوكو بليس في اليوستياج بي، والله جامي شفت واحد شراها، أبار من جهة أخرى ديال إبراهيم ولا كان اللي يشري أختي، كان اللي يبيع 400، كان اللي يبيعها 500، كاين بصح حنا قاطعين. ظاهرة يؤكد أصحاب مقاهي الإنترنت أنها تخص قلة من الطلبة الجامعيين، وهو الأمر ذاته بالنسبة لأصحاب مقاهي الإنترنت ممن تغلب فيهم الضمير على الأموال. ميموار تاع الناس جامي مدينا ميموار للناس، 7 سنين خدمة جامي مديناها للناس، طحت في زوج عيبات وما خدمنا لهمش، حنا خاطينا والله ما نخدموها، يتباعوا نشوف الناس نكذب عليك نشوف لي زيتيديون جو لهنا لعندنا والله غير يشقى. والله غير يشقى باش ما نظلموش الناس باش ما نهضروش عن الناس على لي زيتيديون، حق ربي غير يشقى. بغض النظر عن التسهيلات والخدمات الكثيرة التي تقدمها مقاهي الإنترنت، إلا أن هذه الظاهرة قد تؤثر بالسلب على المنظومة الجامعية.